على الرغم من التحضيرات والاستعدادات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الدراسي الحالي للحد من المشاكل والأزمات التي تعاني منها المدارس في المملكة، إلا أن هذه التحضيرات لم تكن كافية، خاصة بعد ظهور العديد من المشكلات منذ عودة الطلاب إلى المدارس. الفريق الصحي الحكومي والذي أعلنت وزارة الصحة عن تشكيله سابقاً كشف أن معاناة الطلبة لم تنتهي بعد، وذلك من سوء دورات المياه وإخفال المدارس من إصلاح وصيانة تلك الدورات. وأكد الفريق أن تلك المدارس بدورات مياهها لا تراعي شروط الصحة والسلامة العامة للطالب. رغم المشاكل والضغوطات التي تعاني منها المدارس، قررت وزارة التربية والتعليم زيادة العبء على المدارس من خلال السماح للطلبة السوريين ممن لا يمتلكون البطاقة الأمنية الخاصة بالسوريين في المملكة الالتحاق بالمدارس لهذا العام الدراسي بالفترة المسائية. نحن نعاني من اكتظاظ كبير في حقيقة في بعض المدارس نتيجة للهجرة المعاكسة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، إضافة إلى أنه أيضا هناك عبء إضافي وهو عبء تحمل الأعباء الإضافية جراء الأزمة السورية. لدينا ما يزيد عن 125 ألف طالب سوري في مدارسنا، وهذا يحتاج بالتأكيد أبنية مدرسية وغرف صفية وإضافات. اكتظاظ في الصفوف وحالات من التسمم بالإضافة إلى ضعف الكوادر التعليمية في معظم مدارس المملكة، ذلك ما كشف عنه الفريق الصحي الحكومي والذي شكلته وزارة الصحة، مؤكدا أن تلك المدارس لا تراعي سلامة الطلاب.